ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة إيسوفت التعليمية ومع درس جديد من دروس سلسلة دالة في أكسس. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتتكلم عن الدالة دي صم، وإزاي أجمع بشرط واحد أو أكتر. طبعا الدوال اتكلمنا قبل كده على الدالة دي لوكب، والنهاردة نتكلم عن الدالة دي صم، وفي دالة تانية اسمها دي كاونت. فالدالة دي لوكب ودي صم ودي كاونت، التلاتة بيمشوا بنفس المبدأ، يعني اللي هيتشرح على دي ممكن يطبقوا على دي أو على دي. يعني أنا شرحت تلات أجزاء للدالة دي لوكب في سلسلة دالة في أكسس، الجزء الأول والتاني والتالت. فصصت الدالة دي لوكب تفصيص شامل سواء كان في الاستعلام أو كان في الأكواد. طيب الدالة دي لوكب هي نفسها بالظبط الدالة دي صم، لكن دي لوكب دالة بحثية، يعني بتبحث بشرط، يعني عايز أبحث عن العمال في جدول، أو عايز أبحث عن العامل اللي في جدول العمال بشرط إنه يكون جنسيته مصري، فيجيب لي العامل اللي هيكون جنسيته مصري. طيب الدالة دي صم، واجمع لي رواتب العمال اللي في جدول العمال بشرط إنه يكون الجنسية بتاعتهم مصرية، أو بشرط إنه يكون تاريخ العمل بتاعهم من كذا إلى كذا. طيب دي بقى بالنسبة للدالة دي صم. بالنسبة للدالة دي كاونت، دي وظيفتها إنها بتعد، كاونت يعني يعد. طب استخدمها إزاي؟ دي كاونت يعني أقول له مثلا عد لي العمال اللي في جدول العاملين بشرط إنه يكون الجنسية بتاعتهم مصري، هيقول لي مثلا 10 20 30. تمام، عرفنا التلات دوال بنستخدمهم فيه. أهم شيء عندي في الدالة اللي هو المعيار، لأنه شكل الدالة عندي تلات أجزاء. الجزء الأول اللي هو الحقل اللي أنا ببحث فيه، أنا عايزك تبحث لي في حقل العاملين، تمام، أو اسم العامل في حقل اسم العامل. يبقى أول جزء في الدالة اللي هو اسم العامل أو الحقل الأول. طيب بعد كده المقطع الثاني في الدالة اللي هو المكان اللي أنا هبحث فيه، هبحث هل هيكون البحث في جدول أم في استعلام، بكتب اسم الجدول أو اسم الاستعلام. وآخر مقطع عندي في الدالة وهو أهم مقطع فيها اللي هو المعيار، والمعيار ممكن يكون رقمي، يعني رقم، يعني أقول له مثلا بشرط إن الراتب بتاعه أكبر من 50، يبقى إذا أكبر من 50 دي كلمة 50 رقم، يبقى الشرط بتاعه رقمي. لكن ممكن أقول له لا، بشرط جنسيته تكون مصري، فبالتالي هنا الشرط أصبح حروف. أو ممكن أقول له لا، ده بشرط اجمع لي الرواتب بشرط إنه إنه تاريخ العمل بتاعه بدأ من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فالشرط هنا تاريخ. يبقى إذا عندي ثلاث أنواع من الشروط: رقم، حرف أو حروف. الرقم بنسميه نمبر، الحروف بنسميها سترينج، التاريخ بنسميه ديت. تمام. كمان عندي نوعين من إدخال البيانات أو التعرف على البيانات، النوع الأول التعريف المباشر، والنوع الثاني التعريف عن طريق مرجع. التعريف المباشر إن أنا أقول له بشرط إن الراتب أكبر من 500، دي تقول صريحة أكبر من 500، إذا صريحة وثابتة لا تتغير، الشرط ده ثابت لا يتغير. أقول له مثلا بشرط إن الجنسية مصري، وأكتبها كده بإيدي مصري، ده ثابت لا يتغير، اديتها له بشكل مباشر. أو التاريخ ما بين كذا لكذا، اديت له التاريخ بشكل مباشر. طيب لا، أنا مش عايز كده، ده أنا عايز مربع في النموذج لما أكتب فيه مصري يعد لي المصريين، لو كتبت فيه يمني يعد لي اليمنيين، لو كتبت فيه سعودي يعد لي السعوديين. فإذا بالتالي القيمة إيه؟ متغيرة. فإذا القيمة متغيرة، هل أنا في المعيار بتاعي أروح أقول له خد القيمة ولا خد المربع نفسه اللي انا بكتب فيه القيمه؟
بيقول له خلاص خد المربع نفسه، وعلى حسب القيمة اللي انا هكتبها انت تروح تدور او تروح تجمع او تروح تعد. خلاص فهمنا؟ طبعا الجزئية دي كانت جزئية نظري كده بسيطة، هتفهمها بشكل اكثر توضيحا لو انت شفت الثلاث فيديوهات اللي هم بتاع الدالة دي لوكاب. النهاردة في الدالة دي صم هركز على جزئية واحدة، وهي ان انا اجمع ما بين تاريخين، عايز اجمع بشرط بين تاريخين. تعال نشوف، انا عندي اهو نموذج في بداية الفترة، وده عبارة عن مربع في تاريخ، في نهاية الفترة برضو مربع في تاريخ، هنا المجموع بالشيكل وهنا المجموع بالدولار. هتقول لي انت يهودي واسرائيلي وعميل وخاين والكلام ده، ماليش دعوة. طيب هو السؤال كان كده يعني، لانه طبعا احنا عارفين انه فلسطين المحتلة بيتعاملوا هناك بالعملة الشيكل اللي هي العملة الاسرائيلية ايا يكن يعني. تمام، انا عندي جدول اهو اسمه السيلز المبيعات. تمام، انا عايز اجمع ايه؟ انا عايز اجمع الاوت برايس اللي هو السعر اللي انا بعت بيه، بعت بكام، تمام، بشرط فترة من تاريخ كذا الى تاريخ كذا. يبقى انا خد بالك احنا لما اتكلمنا وقلنا مقاطع الدالة اتكلمنا على ثلاث مقاطع. المقطع الاول انا عايز ابحث عن ايه؟ انا عايز اجمع المبيعات اهو، عايز اجمع الحقل ده، عايز اشوف الاجمالي بتاعه كام. يبقى ده اول مقطع في الدالة. المقطع الثاني المكان اللي انت عايز تجمع فيه فين؟ اهو الجدول اللي اسمه سيلز كده، المقطع الثاني. طيب المقطع الثالث اللي هو المعيار بتاعك، ايه الشروط بتاعتك اللي عايز تجمع على اساسها؟ اقول له عايز اجمع على اساس فترة انه التاريخ يكون من 1/1 لحد 1/2 سنة 2000، يبقى بالتالي الاجمالي هيكون كام؟ 370 صح؟ اهو اول شرط. واقول لك لا كمان، ده انا عايزك يكون الشرط المعيار الاول انه يكون بين فترة بين فترة فترة وفترة، والشرط الثاني انه يكون العملة بتاعتي دولار. يعني لو انت قلت لك ما بين 1/1 لغاية 1/3 هتقول لي برضو 270. ليه؟ لان العملة بتاعت دولار شرط، لكن ان اي اس دي ايه مش من ضمن الشرط بتاعي. طيب تعال نوضح الكلام ده في الاجابة. اهو بداية الفترة قلت له اهو 1/1/2، نهاية الفترة 3/1/2، قلت له اجمع، قال لي المجموع بالشيكل nothing، مفيش حاجة بالشيكل، المجموع بالدولار 100. تعال نشوف، هنا حسب لي هنا الايه المية دي فعلا من 1/1 لحد 3/1. انا اخطأت في التاريخ، المفروض ان اكتب ايه؟ لغاية 1/3 مش 3/1. يبقى اذا هنا لغاية 1/3/2 واجمع، قال لي بالشيكل 400 وبالدولار 400. تعال نشوف، ادي بالدولار اهو، ادي 100 وادي 100، بدل ما احنا كنا بنجمع في الحقل ده هنغير الحقل اللي احنا بنجمع فيه هنخليه هو البرايس. ادي 100 وادي 300 بالدولار، جمعهم لي 400، وبالشيكل كان في 400 يبقى اذا ايه 400. طب لو انا خليتها لحد 1/4 ايه اللي هيحصل؟ لحد 1/4 ايه اللي هيحصل؟ قال لي بالشيكل 430، ضاف لهم مين؟ ال 30 دي. طب لو انا خليتها لغايه 1/5 ايه اللي هيحصل؟ قال لي 930، ضاف ليها مين؟ ضاف ليها ال 500 دي. طيب انت عملت الكلام ده ازاي؟ علمني. حاضر هعلمك، بس ركز معايا كويس. كل اللي انا عملته انا ما اخترعتش، كل اللي انا عملته ان انا روحت عملت كرييت وعملت فورم ديزاين وسبت الفورم فاضيه، تمام اهو، ورحت حطيت فيها مربعات، قلت المربع ده
ده هيكون عبارة عن مين؟ هيكون عبارة عن الفترة الأولى، والمربع ده هيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفترة التانية، تمام؟ يبقى ده التاريخ أو الفترة الأولى هنا، الفترة الثانية أو التاريخ الأول والتاريخ الثاني وهكذا، يعني اللي أنت عايز تكتبه اكتبه. خد بالك إن الفترة الأولى دي اسمها الملصق أو التسمية، أما الأنباوند ده هو اللي هيكون عليه الشغل، تمام؟ فالأنباوند دي هسميها اس ديت، ودي هسميها اف ديت مثلا، خلاص؟ يبقى انا بسمي الانباوند مش بسمي الفتره الاولى. الفتره الاولى اسمها ليبل 1 والفتره الثانيه اسمها ليبل 3، لكن الانباوند دي اسمها اس ديت واف ديت، خلاص. بعد كده هعمل مربع ومربع، ده هسميه بالدولار، المجموع بالدولار، وده هسميه المجموع بالشيكل، خلاص. ده هسميه هنا اديله اسم، هسميه وليكن اكس اكس، وده اكس زد، خلاص. وهعمل هنا مفتاح، او بلاش اكس زد واكس الكلام ده، خلينا هنا بي 4 وهنا بي 5 عشان تكون اسهل، بي 4 اللي هو الدولار، بي 5 اللي هو الشيكل، خلاص. وهعمل مفتاح او زر، بناء عليه الزر ده هو لما اضغط عليه هيجمع لي الحل بتاعي او يجيب الاجمالي، يعني هنا اضغط عليه احسب او اجمع، تمام. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا بروح على اجمع، وفي الايفنت اللي هي الاحداث، وفي الحدث اون كليك عند الضغط، واضغط كده وبختار محرر الاكواد، تمام. ادي محرر الاكواد. دلوقتي انا عايز اجمع مين؟ عايز اجمع اللي بالدولار، صح؟ تمام. بعمل ايه؟ بقول له ايه؟ مي دوت بي، راح قال لي بي 4، خلاص اقول له خلاص مي دوت بي 4، يعني معناها كده بقول له ايه؟ كلمه مي يعني في النموذج اللي انا واقف عليه اللي هو الفورم 1 دوت بي 4 بيساوي ايه؟ بيساوي دي سم الداله بتاعتي، وافتح القوس. شوف راح فتح لي التلات مقاطع بتوع الداله، وكل مقطع ما بين التاني في فصله. الاكسبريشن از سترينج، المقطع الاول بتاعك ايه هو؟ انت عايز تجمع مين؟ اقول له اه، طب استنى لحظه كده، اروح ابص على مين؟ ابص على الجهاز ولا انا عايز اجمع فيه؟ اه ده انا عايز اجمع لبرايس، خد بالك من الاسم كويس، اللي اسمه برايس، وخد بالك ان الاسم ده ممكن ما يكونش هو، ممكن يكون متعدل، فخد بالك ان هنا يكون اسمه برايس اهو، يكون اسمه ايه؟ برايس. طيب ارجع تاني ل الفيجوال بيزك، فهعمل له كده، اكتبها كده علامتين تنصيص وقوسين واكتب له برايس، تمام كده. انا عايز اجمع مين؟ عايز اجمع السعر، وعملت له فاصله، قال لي الدومين، المكان اللي انت عايز تبحث فيه، عايز تبحث فين؟ بعمل له كده علامتين تنصيص واكتب له جدول السيلز، كده حلو، كده حلو. لو عملت له فاصله قال لي المعيار، الشرط بتاعك عايز ايه هو الشرط؟ اه هقول له مثلا الشرط الاول انه تكون العمله بالدولار، تمام. فانا اروح هنا في السيلز، العمله اللي هي مين؟ الكرنسي دي، خد بالك انا لغايه دلوقتي ما حددتش فتره، لغايه دلوقتي ما حددتش فتره. طيب هقول له ايه؟ بشرط انه الكرنسي، طبعا اعمل علامه تنصيص الاول، ادي الكرنسي، تساوي، تساوي مين؟ تساوي علامه الدولار، تمام. الفصلة الواحدة دي عشان خاطر ان انا كتبت حرف او رمز،
تمام، بعمله بين العلامتين دول كده والعلامة اللي في النص دي، وبعد كده اقفل القوس بتاع الدالة. لو نزلت لتحت قال لي خد بالك في خطأ. ليه خطأ؟ لانه الرمز ده يعني مش هيتعرف عليه بالشكل ده. طيب اعملها ازاي؟ تكون بالشكل ده، علامتين فصلتين كده والفصلة التالتة بالشكل ده، تمام. طيب تعالى كده قبل ما اكمل تعالى نتعرف امتى استخدم الفصلة وامتى استخدم الكوتيشن مارك اللي هو علامتين التنصيص، وامتى استخدم علامة الاند، وامتى استخدم علامة الشباك. تعالى كده فاصل بسيط كده عشان نفهم اللي جاي. ادي الدالة دي صم، خد بالك هنا بيقول لي الدايركت فاليو، القيمة المباشرة. في حالة ان هو نص يعني حرف او رمز، بتعمل ايه؟ بتعمل علامتين تنصيص بس ايه، فصلة واحدة ابوستروف واحدة كده اللي هي باللون الاحمر دي، وبتحط النص في النص، وبعد كده بتقفل مين؟ بتقفل الشرط بتاعك اللي هو كرايتيريا فيلد، اللي هو ايه، حقل المعيار اللي انت الشرط اللي انت بتعمله عليه، اللي هو كان مين اسمه الكرنسي، عندنا احنا كان اسمه الكرنسي اهو، كان اسمه الكرنسي، تمام. انا هو عملت علامه الكوتيشن مارك وقلت له بيساوي اهي، وعملت علامه الابوستروف وهنا عملت علامه الابوستروف، وقفلت مين الكرنسي، وبعد كده قفلت القوس بتاعي. طيب لو انا لا مش الشرط بتاعي مش حرف، ما الشرط بتاعك ايه؟ ده الشرط بتاعي انه العمله مثلا تساوي 15، بكتبها مباشرة بدون أي شيء، خلاص؟ لا ده الشرط بتاعي إن هو تاريخ، أعملها إزاي؟ لازم أدخل علامة الهاش ساين علامة الشباك، أقول له مثلا بشرط إن التاريخ 20/10/2015، وأقفل علامة الشباك وأقفل الكوتيشن مارك بتاعة المعيار. طبعا أنا الشرط بتاعي حاليا إن المعيار بتاعي يكون إيه؟ بالدولار. دي في حالة إن القيمة مباشرة. أما في حالة إن القيمة هتكون من مكان تاني، دي هنتعرف عليها كمان شوية بإذن الله. خلاص كده عملت الشرط بتاعتي وقلت له إنه الام البي 4 هتساوي الدي صم، يعني تجمع البرايس حقل البرايس كله اللي في جدول السيلز بشرط إنه الحقل اللي اسمه كرنسي يكون موجود في كلمة مين؟ دولار. وأقفل كده، تعالى نحسبهم يدوي. اهو هجمع حقل البرايس بشرط ان الحقل الكرنسي يكون في علامه الدولار، يبقى المفروض يطلع الناتج كام؟ 400، صح كده؟ اهو علامتين دولار بس يبقى 400. تعال نشوف كده النتيجه. ضغطت على كلمه اجمع راح ظهر لي كام؟ 400، يبقى دي النتيجه بتاعتي صحيحه. طيب حلو خالص. طب تعالى كده نعمل زيها في الام اي اس. كل اللي عليا هاخدها نسخ هي بالظبط ولصق، بس بدل ما كانت بي 4 اللي هي ال ان اي اس دي، لا احنا كناش مسمينها بي 4، كنا مسمينها بي 5. بدل ما هي بي 4 هعدلها اخليها بي 5، وبدل ما ان الكرنت كانت بتساوي علامه الدولار، لا بتساوي ان اي اس بس كده. تعال نجمع، قال لي دي ب 400 ودي ب 930، نفس النتيجه اللي ظهرت هنا بالظبط، من 1/1/2000 لحد 1/5/2000، ونجمع اهو بالشكل 930 وبالدولار 400، بالشكل 930 وبالدولار 400، مفيش اي اختلاف، بس انا تجاهلت التاريخ. دي اول نقطة انت بتتعلمها، الخلاصة بتاعت النقطة دي، الخلاصة بتاعت النقطة دي. هروح للتصميم، اضغط على اجمع واشوف الكود بتاعي. الخلاصة قلت له لما اضغط على الزر اللي اسمه اجمع، تعمل لي ايه؟ تعمل لي معادلتين. المعادلة الأولى انه تخلي لي القيمة للمربع البي 4 بتساوي، تعمل لي دالة دي صم يعني اجمع الحقل اللي اسمه البرايس كله، تجمعه الحقل كله اللي في جدول اللي اسمه السيلز، بشرط انه الحقل اللي في الجدول اللي سيلز اللي اسمه الكرنسي يكون مكتوب فيه دولار. لو مش مكتوب فيه دولار ما تسيبها، كأنها مش موجودة. وفي نفس الوقت برضه الحقل المربع اللي اسمه بي 4 هتجمع لي البرايس الحقل
في الجدول سيلز بشرط انه الحقل الكرنس يكون مكتوب انه اي اس. دي الخلاصه. طيب حلو خالص. طيب حضرتك انا عايز اضيف كمان شرط، عايز شرط تاني، اعمل ايه؟ اقول تعالى كده نبص كده على الجدول نشوف شرط كده حلو. يعني مثلا لو عايز ادخل شرط رقمي الاو برايس تساوي مثلا 120، خلاص تعالى نشوف كده اهو في الدولار. شوف بقى هشيل مين الفصلة الاولانية دي، تمام، واكتب لسه اهو معلم لي ان انك انت لسه في المقطع كريتيريا اللي هو المعيار. هقول له اند، هقول له ايه اند ايه الاو برايس بيساوي كام؟ بيساوي 120، واقفل علامة القوس بتاعتي بهذا الشكل. لو احنا عملنا كده وعملنا كده كده اصبحت هي الشكل الصحيح، ان انا المعيار الاول اخلصه واقول له اند في معيار تاني عندي ان الاو برايس يساوي 120، واقفل القوس بتاعي. قال لي مفيش اي مشكلة. ده في مين؟ ده في البي 4 اللي هي ايه؟ الدولار. المفروض تطلع لي القيمة كام؟ ان القيمة تطلع لي 100 فقط لا غير. تعال نشوف كده. قال لي التايب ميس ماتش، يعني الرسالة دي معناها ايه؟ معناها انك انت عملت خطأ في التعريف بتاع الدالة، يعني انت في حاجات مش معمولة صح. تعال نشوفها كده. كده صح. يبقى الخطأ بتاعنا كان فين؟ الخطأ بتاعي كان ان انا كنت عامل علامة ان انا قفلت المعيار هنا وعملت كل واحدة معيار لوحدها. لا كده غلط، انت بتسيبها مفتوحة عشان تكمل المعيار بتاعك للاخر. يبقى كده المعيار الشرط الاول ان الكرنسي بتساوي علامة الدولار، وحطيتها بين علامتين تنصيص كده علشان هي نص، وقلت له اند هحط شرط تاني الحقل اسمه او برايس بيساوي 120، وسبتها من غير اي علامات لان هي رقم خلاص. وراح بصورة مباشرة جمع لي مين؟ كتب لي هنا 100. طب حلو تمام. كمان 8 دقايق تانية اخلص فيها ايه؟ الشرط الثالث اللي هو التاريخ. ممكن اعمل اند كمان واقول له الاس ديت اللي هو التاريخ بيساوي 1/1/2000. خد بالك انت غلط. ليه غلط؟ لانك لازم تحط علامة مين؟ الهاش ساين بهذا الشكل. هنا زيرو وهنا زيرو. تعال نشوف اهو في الجدول بتاعي انا عندي حقل اسمه الاس ديت نوعه تاريخ ومكتوب فيه 1/1، المفروض تظهر لي القيمة كام؟ تظهر لي القيمة 100. هنعدلها عشان تبقى مظبوطة، خليها مثلا 150. المفروض تطلع لي كام القيمة؟ 150. اجمع راح طلعت لي 150. يبقى انا كتبت الحق ان الشرط بتاعي بصورة صحيحة. كده انا عملت لك شرط واحد اهو، او دالة واحدة فيها كام؟ فيها شرط نصي وشرط رقمي وشرط تاريخ، التلاتة في جملة واحدة. حلو كده انت ايه؟ كلام زي الفل. طيب تعال نشوف اخر جزئية اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا عايزين انه البي 4 تكون ما بين تاريخين. همسح الكلام ده خالص. احنا قلنا انه بشرط انه الكرنسي تكون دولار اند الاس ديت. خد بالك انا عايز اقول له بشرط انه الاس ديت يعني التاريخ يكون ما بين الفترة الأولى والفترة الثانية. أكتبها إزاي؟ هقول له يساوي، أقول لك لا غلطان. ليه؟ لأنه معروف إنه علامات المقارنة اللي أكبر منه أصغر منه يساوي، من ضمنهم أيضا بتوين،
ما بين، ما ينفعش اكتب يساوي وبقى اقول له كده بعد اقول له between، لا غلط، بقول له بالشكل المباشر between، تمام؟ المفروض اقول له between المكان ده اللي هو الفتره الاولى، لكن قبل ما اقول له انه الفتره الاولى لازم احدد له النوع الثاني من الانواع الادخال، وهي انه قيمه مرجع في التاريخ. اولا في التكست النص بتكون عندي المعيار، لما انا عايز اكتب، انا لو كنت انا علامتين التنصيص، لكن انا دلوقتي عايز ادله على المكان اللي انا هكتب فيه، يعني القيمه متغيره، بعمل برضو علامتين التنصيص زي ما هم، بضيف ليهم علامتين تنصيص تانيين، وبضيف علامه الاند، وفي النص بعمل قوسين واكتب فيهم اسم المربع. هنا في الرقم بعمل علامه التنصيص هنا وبقول له اند وقوسين والرقم. في السي فيلد او الكريتيريا فيلد في التاريخ بعمل علامتين الشباك، وبعد كده علامه الاند، وبعد كده ايه التاريخ بتاعي في النص. طيب فانا اقول له بتوين، بتوين ايه؟ تعال نبص كده، تمام، بتوين هعمل زي ما الشرط بتاعي طلب، علامه الشباك، علامتين تنصيص، علامه التنصيص الاول، بعد كده علامه الاند، تمام، وبعد كده ايه علامه الشباك، عفوا علامه الاند، وبعد كده علامه التنصيص، وبعد كده علامه الشباك العكس. في نص انا المفروض اكتب ايه؟ اكتب الخليه بتاعتي اللي انا هكتب فيها التاريخ، بس علشان خاطر انه الفيجوال بيزك يتعرف على انها تاريخ لازم بدخل لها داله اسمها فورمات بالشكل ده، وافتح لها قوس، تمام، بيقول لي الاكسبريشن القيمه، هقول له مي يعني في المكان اللي انا واقف عليها دوت اف ديت اللي هي القيمه ايه الاولى، تمام. بعد كده اقول له ايه فاصله، الفورمات بتاعتك هتكون شكلها ازاي، اعمل علامتين تنصيص واقول له ايه ام ام اللي هو الشهر، دي دي اللي هو اليوم، واي واي اللي هو 3 4 واي تقريبا اللي هو ايه السنه بالشكل ده، تمام كده يا جماعه. كده انا عملت ايه الجزء الاول، طبعا لسه هكمل بتوين. طبعا هنا المفروض ان انا اقفل مين القوس بتاع الداله اللي هي بتاعت الفورمات، كده انا قفلت القوس بتاع الداله فورمات، ولسه ما زلت في المعيار بتاع الداله كرايتيريا، هقول له اند، انا قلت له بتوين يبقى لازم يكون في اند، هاخدهم هم كده زي ما هم بالظبط، كنترول سي كنترول في، وهغير بدل ما ام دوت اف ديت هخليها ايه، هخليها زي ما هي، هغير الاولانيه هخليها اس ديت الفترة الأولى والفترة الثانية. بعد كده إيه؟ خلصت، أروح أقفل مين؟ الشباك بتاعي. لسه في خطأ كمان، هنا أكيد في علامة التنصيص. كده الدالة بتاعتي أصبحت بشكل سليم. تمام؟ أهو. نفس الشكل. عايز أجمع لأن زاد، عشان لو القيمة كانت فارغة ترجع لي بالقيمة صفر. بقول له هنا أجمع برايسز في الجدول سيلز بشرط انه الاس ديت اللي هو مين اللي هو الحقل اللي في الجدول يكون ما بين وادي علامه الشباك وعلامه التنصيص وعلامه الاند وادي الداله فورمات وادي الحقل الاول وبعد كده الفصله وبعد كده شكل التنسيق بتاع التاريخ وبعد كده ايه علامه الاند قلنا العكس وبعد كده الكوتيشن وبعد كده ايه الهاش ساين وبعد كده اند اخدهم نسخ هم واحطهم لصق بضيف لهم مين؟ بضيف لهم اللي هو الحقل الثاني او المربع الثاني، تمام؟ طيب حلو خالص. نرجع تاني للنموذج الثاني. كده انا ضفت كام شرط؟ ادي اول شرط ان هو ايه؟ ان العمله تكون دولار، وبعد كده ان الحقل الاس ديت اللي في الجدول ده الحقل اللي في الجدول يكون قيمته ما بين القيمه اللي هي الاس ديت ودي قيمتها تاريخ ويكون شكلها بالشكل اللي هو ده، تمام، والقيمة التانية هتكون الاف ديت ويكون شكلها بالشكل ده، بس كده ادي اهو الاس ديت وادي الاف ديت. تعالى كده نشوف.
الفترة الأولى لو كتبت له مثلا 1/1/2000 وواحد واحد أو 1/3/2000، المفروض ما بين 1/1/2000 و1/3/2000 اللي كانوا بالدولار 450، يظهر لي كام؟ 450، ظهر له 450. يبقى إذن الدالة بتاعتي صحيحة 100%. طبعا عشان تظهر التانية بتاخدها هي هي نسخ، اللي فوق دي هي هي نسخ، وتنزلها تحت هنا ايه؟ لصق، وبتغيرها بدل ما بي 4 بتخليها ايه؟ بي 5، وبتغير هنا بدل الدولار بتخليها ان اي اس، يعني مش صعبة خالص. كده فهمنا يا جماعه الخلاصه؟ طبعا انا شرحتها على عجاله، لو انت عايز تفهم بالظبط وبشكل دقيق جدا حكايه التواريخ وامتى اكتبها بالشكل ده وامتى اكتبها بشكل مباشر وامتى اخد اسم المربع في النموذج والكلام ده، راجع الداله دي لوك اب. انا حبيت افيدك انك انت تعرف الداله دي صن وازاي تجمع ما بين تاريخين، اجمع او جمع هنا 400 وهنا 450. وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة، هسيب لكم النموذج ده تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.